اهلا بحضراتكم من جديد. زياده بس في التاكيد، عايز اعيد على حضراتكم مره ثانيه ان في اتصالات مكثفه ما بين الكابتن محمود الخطيب وايضا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وايضا رئيس الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه لكره القدم النادي او الاتحاد المصري لكره القدم، واتصالات كلها متواصله ومكثفه لنقل مباراه الاهلي من ملعب السلام لاستاد القاهره. طبعا مباراه الاهلي وصن داونز المحاولات كلها بتجرى بشكل مميز جدا من خلال رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، وباذن الله تعالى باذن الله هيكون في انفراجه قريبا في هذا الملف. ده امر مهم وزياده في التاكيد وطمانه جمهور النادي الاهلي في كل مكان. نكمل اخبارنا المحليه والعالميه. كنا